استاذ احمد معايا من القليوبيه. ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبه قرب حلول عيد الاضحى المبارك وموسم الحج، ونتمنى من الله العلي القدير ان نكون خطبه هناك مثل في مثل هذه الايام. حضراتكم وفريق العمل وكل العالم اجمع يعود الى تلك الايام باليسر والسعاده واليمن ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ونكون احنا وانت ان شاء الله في هذه الايام. خلاص بنستقبل ان شاء الله العشر ان شاء الله في الحج ان شاء الله. امين يا رب. اتفضل يا استاذ احمد. حضرتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. انا ميسور الحال يا فضيله الدكتور. طيب الحمد لله ميسورين الحال ماديا، ربنا يكتدب لك الخير. بس حضرتك عندي امرين او غرضين او طلبين، يعني لا استطيع تنفيذ الا واحد فقط. اتفضل. اني امر واحد فقط، وهو اما ان احج بيت الله عز وجل، واما ان لدي فتى ابني بيعد للزواج، ولا بد ان اقوم بمساعدته. طب سؤالي يا حاج احمد، انت حاج احمد انت انا قيام بتنفيذ طيب. الامرين يا فضيله الدكتور. طب اسالك حاجه، انت انا لما بقول لك يا حاج احمد انت فعلا حجيت؟ ما حصلش يا دكتور، ورابع مره بقدم في القرعه وما حصلش نصيب. السنه دي قدمت القرعه وثلاث اعوام سابقه ولم يحدث النصيب. طيب هل هناك جانب حضرتك، معلش بأخشى جيد بأخشى تماما اتقدم للسياحه، لان هناك كثيرا من النصب كما. طب خلينا بس خلينا نركز بس في المساله دي. انت دلوقتي معاك فلوس تستطيع ان انت تحج بيها السنه القادمه، السنه القادمه مش السنه دي. تساعد ابني. حاضر، انا فاهم كويس جدا جدا. انت عندك ان انت تساعد ابنك او تحج. احنا دلوقتي مش بنتكلم في انك تكرر الحج، احنا بنتكلم دلوقتي في حج. ما حصلش. طب اسمعني. طيب ما انا بقول لك اهو. طب اسمعني يا حاج احمد، انا ان شاء الله هتبقى حج ان شاء الله. احنا عندنا مساله، اما ان انت تحج حجه الاسلام، حجه الاسلام يعني حجه الفريضه، وانت معاك فلوس، فانت عندك ان انت اما تحج او تجهز ابنك. الاساس ان انت ما دام انت معك المال وعندك قدره تحج، حج. مسألة سهلة. طب وبعد كده وابني، تجهيز ابني ان شاء الله ربنا يوسع الارزاق وتجد ما تجهز به ابنك. طيب واحد يقول لك طب الاولى مش ان انا اجهز ابني، ده لو كان في تكرار الحج. يعني الناس اللي بتتكلم كل الكلام اللي انت بتتكلم فيه واللي احنا بنريد ان هو ننشره في الوعي وننشره في الناس كلها، ده بيتكلم عن ايه؟ عن مسألة تكرار الحج والعمرة. لا، تكرار الحج والعمرة ابني أولى بلا شك، بلا شك ابني أولى. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة الحج الفريضة. أنا معايا فلوس أحج الفريضة، يبقى الأولى إن أنا أعمل إيه؟ أحج الفريضة. طيب لو أنا شفت بقى إن المسألة مش هتنفع خالص وابني إن شاء الله أفعل هذا وأعطي المال لابني وأجهز ابني، وساعتها مش هبقى قاسم لإني الحج على التراخي، احنا نعمله مرة في العمر. بس احنا بنشوف ان انت لو معاك فلوس الحج يبقى انت بتسالني الاولى اعمل ايه دلوقتي؟ انك تروح تحج، لان انت معاك فلوس الحج. طب وابنك؟ ان شاء الله انت وهو تجتمعوا وان شاء الله توفروا فلوس الجواز. بس انت دلوقتي بتتكلم في السنه القادمه، وان شاء الله اذا استطعت انك تحج السنه دي ان شاء الله ربنا يكتب لك الحج. يبقى انت لو معاك فلوس الحج روح تحج. طب وابني؟ ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك لغاية ما يبتدي يتجوز إن شاء الله وتجهز ابنك. لأن أنا شايف كمان إن احنا لغاية دلوقتي كمان ما عندناش ملامح لمسألة زواج ابني، إلا إذا كان ابني في حالة شديدة في ديون في كذا، فأنا هدفع الكلام ده عشان أرفع عنه هذا الحرج. أرجو إن أنا أكون وضحت لحضرتك بكل الأحوال اللي ممكن تكون فيها تعارض ما بين مسألة إن أنا أحج ولا أجهز ابني.